أخرج مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ومن غشنا فليس منا. وقال من غشنا لأن المسلم كامل الإيمان لا يقدم على أن يغش أخاه أو إخوانه المسلمين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الصحيحين: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. زاد النسائي: ما يحب لنفسه من الخير.